حياكم الله احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم كل حلقه من حلقات البرنامج نستضيف نجوم الابداع والفن العراقي وعلى كافه الاصعده الفنيه والرياضيه والشعريه. اليوم ضيفنا فنان عراقي ممثل صاحب منجز مهم وصاحب حتى اعمال عربيه شارك بيها وطلع بيها باجمل وابهى حله. فنرحب باجمل ترحيب بعد ما يكمل فقط البروفا راح تعرفون عليه. تفضل استاذ. حسين علي عجاج وانا اسمي حسين عجاج صار قبل ما هذا المطرب المصري اسمه خالد عجاج العجاج معناها كثره التراب والغبار يقول له جتنا عجاجه هاي قبل يعني اجدادنا كانوا يسمون هاي الاسماء الغريبه انا اذا تنتبه كل مكان بالعراق هسه ما عادت صح هسه قاموا يسمون اسماء اريد احفظها ما اقدر هسه الاسماء ايه؟ هسه الاسماء هم يعني الينا ليان هاي الاسماء ما تنحفظ صح ما تنحفظ سميت ابني يعني بنتي فاطمه وعباس وعلي الله يحفظهم قالوا هاي اسماء قديمه قلت لهم ما ادري هم شنو مثلا بنطرون يروح موديله لا هاي اكو اسماء لكل عصر ماشي صح بس اكو اسماء مثلا كانت متداوله سابقا هسه ما تقدر بعد صح. يعني ما خصوصا تمشي. بالجنوب هواي كانت اسماء ثقيله هاي مره سالت بالعماره عندي اصدقاء هذول انت اصلك من العماره؟ لا لا كتبت لك هسه ولادتي هاي بس الولاده ها مسقط راسك دياله انت اصلك من دياله اي بس يعني ولادتي صارت هناك فسالت رجال كبير قلت له ليش هاي الاسماء يعني اكو اسماء ما اقدر اذكرها حقيقه يعني انا ببالي كل هالاسماء مو بس ما قال سابقا كان يخافون من الوفيات هاي واحدة من التبريرات ذكرها ابو خلدون رحمه الله عليه روح عليها نسيت خلاص الله يرحمه إيه؟ يخافون مثلا من الوفيات فيسمون اسم بعيد عن هاي الاسماء المتداوله انه عسى شيء ما له علاقه اكيد يعني هاي بعد ايمانهم أي معتقدات هذا يسمى فقه العجائز العجائز يعتم فقه خاص معتقدات ايمان هذا يعني موضوع يعني شاق طار عنه فقه العجائز لكن يؤمنون ب طبعا لكن حداثه حاليا واشياء هاي الابديت بالحياه لازم تبقى هاي الاسماء مستمر. فاطمه وعلي قلت لك هاي كل عصر والكل زمان صح محمد خير الاسماء محمود وعبد تولد يوم شهر سنه 20/4/1980 عمرك كل يا رب طول لي عمرك يعني 42 سنه اي عندك تشرف اسم يا ربي انا اكبر لو انت حسب انت اكبر منك لا انت بعدك شباب الله يطول بعمرك ان شاء الله يطول عمرك هو انا ما اقيس بالارقام اي لا العمر مجرد رقم ابدا ولا اقيس انه هذا يعني مرات تباوع عليه هو عمره 30 سنه بس ما تقول هذا شنو 60 سنه عمره صح الهموم والبشر هو يتعب نفسه بنفسه حقيقه يعني صح انا ابتعد عن المشاكل جهد امكاني اي صح ابتسم هاي الابتسامه احنا ما نخسر شيء والله صح حياه جواز سفر لقلوب الاخرين مسقط راسك دياله فيتامين سي البرتقال الزين الرارين بتروح ال دياله؟ والله دياله رحت لها كانت امنيتي اروح لها من انا وصغير انه قلت بس اكبر اروح هي مدينه اهلك وهيك فقط ولادتي هناك يعني الوحيد من اخواني واخواتي الله يحفظ عوائلكم جميعا ومن يشاهد صارت ولادتي هناك بحكم عمل والدي الله يرحمه فالمره الوحيده اللي رحت لها للاسف ورحت لها كان وضع محزن رحت ويا الفنان الراحل كامل ابراهيم فالتحاليل وعلاجات كانت بمستشفى دياله العام فذكر قلت له تدري انت كانت امنيتي اجي لدياله؟ قلت له تحققت لي هاي الامنيه الله يرحمه الله يرحمه هاي المره الوحيده وبعد قمت ما احب يعني انا ورا هاي الحادثه رحمه الله على روحه ان شاء الله امين رب العالمين من اين ومتى بدات؟ من الاعمال الاذاعيه والبرامج برامج الاطفال اي يعني انت مثل لاعب المنتخبات بالاشبال ناشئين بالضبط هيك وادي انا طالب ما حد شنت
واحنا بالمعهد كنت تشتغل بس مسرح، صعب انه تشتغل اعمال، يعني كان اكو قانون في وقتها ما يسمح لك انه طالب المعهد يشتغل بالتلفزيون. اي يعني مو تعالوا تشتغلوا هيك، لا 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 ماكو، ما اسخت الفكره، يعني قانون تدريسي هذا ممنوع. بس التيك توك العده 5 ملايين متابع يدزون علي ويطول 30 حلقه كلها شلع قلع. عندنا مدرس من المدرسين هم الله يرحمه استاذ فوزي، هذا كان رئيس قسم واني امون عليه، فقلت له انا دز علي محمد صقر ده يريدني باعمال اذاعيه، قال لي روح، قال تطلع بالتلفزيون، قلت له لا بالاذاعه، قال روح بس ادق لاحد، لا تخلي احد يعرف. فعاد من خلال هذا البرامج يا استاذ الله يرحمه محمد صقر اشتغلت برامج اطفال، عشقي كانت برامج الاطفال. والاذاعه عالم خاص، سحر الاذاعه. شوف يعني الفنان اذا نقول تخليه بميزان الرزانه والرصانه يبدي من الاذاعه شيء مهم وعظيم، لان تربي المسامع وتربي الصوت، تربي الاحاسيس، تأدي احساسك يتربى صح. صح لانه ما راح يشوف هسه التلفزيون. العفو عندك مكملات، عندك مكملات، هو مثلا شكلك ايدك هناك فقط احساس، لازم الصوت لازم احساس. فساعدتني ساعدتني حقيقه، هواي ساعدتني صح. والدوبلاج ايضا، الدوبلاج اذا على تحرك هيك يطلع صوت الكرسي طبعًا. يطلع يتحرك النفس مالتك يطلع، فلازم انت تكون كل شيء محسوب. اي كل شيء محسوب اصلا، كل شيء محسوب بالاذاعه فعلا. اهم جزء مسيرتك دخولي الى الوسط الفني وتقديم اعمال عربيه، شين عن هاي الاعمال العربيه؟ اكو سؤال شخصيه اثرت بيها. أي. انا ما شفتها، المرحوم الفنان عبد الخالق المختار. هذا انا وين ما اتكلم باي محفل باي مكان حقيقه ما راح اوفي حقه، مو بس اني اتصور القاعده الفنيه والجماهيريه بالعراق ما تقدر توفي هذا الرجل حقه. كان مدرسة حقيقية بالأعمال المميزة اللي قدمها وبحسن خلقة مع كارزمة. مع ليجي، يعني احنا انا مثلا اتابعه بس بالتلفزيون عملاق، واحنا عندنا عمالقة يعني صح. كبار وما اريد نذكر حتى ما انسى واحد ويزعل علي، كلهم اساتذتي واصدقائي. بس عبد الخالق حالة استثنائية، تقربت صرت قريب منه جدا يعني في فترة ما، فما اشوف عنده هذا التعالي، لا يستوعب الصغير والكبير، فما اقدر انسى فضله حقيقه. يعني هو تنبأ لشخص اسمه حسين عجاج في بدايه مسيرته الفنيه، واتمنى اكون عند حسن ظنه دائما ان شاء الله. اهم منجز بمسيرتك دخولي الى وسط الفن وتقديم اعمال عربيه، الاعمال العربيه. يعني هو بشكل عام رسلان السؤال، انا شلون سامع هذا اللي يقول دخلت للوسط غصبا ما عليهم؟ شلون؟ اي تحاربت؟ طبعا من بدايه من عائلتي، من عقر داري انا. اي يعني من كان معارض؟ والدي رحمه الله. اي الله يرحمه، ما كان يقبل بابا، ما يصير، واحنا بابه عرب تعرف يعني لحد التسعينات كانت النظره الماخوذه للاسف مفرده كانت تقال. إيه؟ يعني انت تعرفها وانا اعرفها، فلا انا كنت رابع عام، رابع اعدادي، وعندي اعفاء في وقتها، كان هسه ما ادري الاعفاء موجود شاله ما ادري، مجموعه مواد ودروس من ضمنها علم الاحياء اللي كان كتاب داخل المعهد او بعدك؟ لا بعدني، هاي هنا هسه القتال، بس انه اريد اترك واروح معهد. ما قبل يعني وقتها، حتى رفع سلاح علي. اي والله. ف مصر فشاف ماكو امل بعد، انا هذا براسه يسوي الولد. ايه. فرحت قدمت معهد والحمد لله. دخلت من خلال من طريق هذا خلينا نسميها الحرب اللي صارت الشعواء علي في وقتها، لكن صار اصرار اكبر انه حبيت القضيه اكبر. وسنه بعد سنه من انا بالمعهد ومن بديت هسه قلت لك اشتغلت الاعمال الاذاعيه المهمه وبرامج الاطفال، صار عندي وله بالعالم الفني. ما العلم كنت احب الغناء اني. صوتك حلو؟ كان صدقا. كان؟ اي هسه ندندن مرات عادي يعني، بس يحتاج تمرين وممارسه ولازم تبتعد عن هواي اشياء. صح. حتى طريقه الاكل مالتك اذا تريد تحافظ على صوتك لازم بهارات الطرش. ماكو فليش قلت لك انه الطرش المحشين عارف وين مال النجف هذا من يجيك؟ يعني نفس صوغات زينه تجينا من هناك. اهل النجف كرماء كل العراق. والله العراق ابو الكرم. اي والله صح. يعني انا دائما اذكرها بمحافل اصدقائنا الاوساط الثقافيه، احنا نشوف بالوطن العربي وان شاء الله كل الناس خير وبركه اكيد
منو اللي يكرم عندهم؟ الغني اللي يكرم. صح. روح تابع الحاله المجتمعيه بالعراق ترى فقيرنا اللي يكرم. فهي حالة احنا حالة الله يشهد صحيح. لا هي حقيقة ركز بيها وكل واحد يشاهدنا الآن خلي ركز بيها. فقيرنا هو اللي يكرم. صح. الله يحفظ جميع الناس. الله يحفظ جميع الناس. وبالتالي يمكن هي صارت للمصادفة الوضع اللي صار بالعراق في وقت ما وسافرت إلى سوريا صار احتكاك بالوسط الفني السوري وصاروا عندنا أصدقاء لذلك عملنا أكثر من عمل من هالتاريخي ومن المودرن. لكن الأعمال أستاذ حسين تاريخية تحتاج إلى مخارج حروف بالضبط. وإلى لغة مشكلة يعني لازم اللغة مالته 100% لأن هذا عمل أنت تاريخي. صح أنت صح 100% إيه؟ يعني شلون يعني ولازم تحفظ نص ولازم تكون ملم بالتاريخ ولازم الشخصية يعني مو فقط الناس تحفظها هاي ناس صعبة كلش تاريخ كلش صعب. أعطيك قضية هسه إحنا الذاكرة من نرجع بها الأعمال التاريخية العراقية والعربية أكو أعمال ما تقدر تستقبلها يعني بوقتنا الحالي ما تقدر لأنه مشتغلة بالطريقة الكلاسيكية الصرف. صح. اليوم يعني أنا مثلا واحد من الأدوار اللي اشتغلتها مسلسل اسمه إمام الفقهاء كان تصويره في إيران من جيت للمخرج بالكاركتر قال لي شنو هاي ايش تسوي قال لي شنو يعني عجبك قال شيء جديد أنا ما شايفه. حلو. مرات إذا تقلد بشكل صح طبيعي ماكو ضرر. اي ماكو ضرر ولازم التقليد مالك هو أصلا ما يعني ما بمضرر لا إلك ولا لغيرك. صح. فأنا متأثر مثلا واحد من الشخصيات العالمية اللي أحب أداها جوني ديب. أحب شغله فجيت جبت جوني ديب لبست العباء الإسلامية والعمامة واشتغل. حلو. ايش يعني بهالبساطة هاي الصوت شو تتمرن على الصوت ويش أدي الصوت لا يعني هو اكو انا ما ادري شو يسموها يعني طبقة صوتي هي تنفع بهذا مو سبرانو لا السبرانو اللي هي لا لا هاي اللي ما الى للقرار خلينا للقرار صح. اما عن مخارج الحروف مثل ما ذكرت جدا مخارج الحروف جدا مهمة خصوصا عمل تاريخي كلامك 100% يبقى التشكيل اللغوي تشكيل مهم قلت لك انا بالقواعد شنو تزين خلينا نقول ماشي حالي بس الاذن صح سليق الإذن عندك زينة بحيث هو شخص ما أريد أذكر اسمه إن شاء الله يشوفنا يذكرنا بالخير هو جابه مصحح لغة عربية يسموه وصح لغوي ما يعني فأنا على السماع وأنا أشكل نفسي فيجي يقول لي لا هاي مو هيك هاي التشكيل بس تلفظها صح لا هو ده يغلطني بالتالي من أجيبه من شوية أتبحر وياه بالموضوع فقال الناس بس تدق لحد حلو ما انسى فهي على السماع موسيقى هاي سليقه يسموها موسيقى اللغه العربيه سليقه موسيقى وانا بطبيعه الحال دائما احب اسمع القران الكريم مهم جدا اهم شيء فهذا من حيث مقدم البرامج او خصوصا مذيع الاخبار دائما الاساتذه اذا واحد جديد مثلا اللي قدم ينصحوا ينصحوا اسمع قران اقرا قران لأن مشكل بطريقة حرف بضبط. حرف مشكل ومن يعني مرات من حيث لا تدري التحريك يجي وياك هيك يعني ببساطة صح. لأن مار عليك بالسماع اللفظ تسمع بالسماع صح يوم بحياتك أنت سأل ولادة ابني آدم أبو آدم الله يحفظك آدم الله شاري. يحفظك الله يحفظك فقرة برواية خلصت عندنا فقرة شو تحب فاصل ونكمل اكيد بعد فاصل رحب باستاذ حسين عجاج حبيبي ان شاء الله عجاجك مو تراب وهاي عجاجك حب وسلام من ذوقك يا حبيبي من ذوقك والله كلك ذوق هذا الدوره تمام في ثلاث ظروف شلون ظروفك زينه ها زينه شلون يوم ما يستراب زينه ان شاء الله يا رب دوم ظروفك زينه وكل العراقيين وكل الناس امين امين يا حبيبي امين والله اختار من اسئله سهله لا على التعيين لا على التعيين هذا الذهب الجولد تحب الذهب إلى أنت ذهبي يا حبيبي يا حبيبي يا عمري أستاذنا العزيز هاي من الصعبة ولا السهلة هاي ما أعرف مشكل فضلت العمل بالشاشة أكثر من المسرح شو تحب من التلفزيون
رسلان أنا أساسا أو يعني التأسيسي مسرح يعني. أنا خريج معهد دبلوم عالي ومفارقة إخراج مسرحي. أنا أحكيها بصراحة يعني. ولا أحب الظهور ولا أحب الشهرة. مرات تريد تعيش وما عندك وظيفة أخرى. فالمسرح ما يوكل خبز. المسرح ثقافة. مسرح نخبوي صح. منجز حقيقي يدخل بسيب لكن الفنان لكن من جانب مادي للتلفزيون وجانب نجومي ايضا حسه ما هي تكون انت بال اسمك موجود صح هي شلون باي ذا واي تصير الاشياء ماديا قلت لك انت وراك ايجار وراك تعرف انت من الحاله الفنيه صح. وبالتالي الشهره والنجوميه وهاي الاشياء يعني كما تسمى انا مو كل شيء احبها احنا ترى نعرف انت ما تحبها اي يعني مو كل لا القصد القصد لكن اكو قضيه بس هي تجي مو بكيفها بس هي مو هي تجي واكو قضيه انت مثل ما قلت عندي ايجار وعندي هيك انت كل ما تصعد نجوميتك كل ما جمهورك يزيد بالفعل ليش دائما مرات نقول مثلا الجمهور هذا له فضل علينا احنا كل ما يزيد جمهورك كل ما ياخذون وياك صور اكثر كل ما الناس انت يزيد اجرك فهم لهم فضل لو ما هذا حتى الجمهور بعيشتك الجمهور لو ما هذا الجمهور احنا ماكو صح لا نكون واقعيين ماكو احنا نهائيا شنو اللي تحبه بالنجوميه هسه هو انا اقتحام الخصوصيه لا مو بس هاي رسالة انا هو كمصطلح نجم ما احنا ما عندنا يعني ليش نغلط اوكي عندنا ممثل صاحب تاثير صاحب شهره معروف الى حظوه الى تقدير ما نختلف لكن مصطلح نجم احنا بعدنا ها بعدنا ويا غمزه عجبتني بعدنا حتى نكون صريحين يلا رايك يعني شوف هي هم المفارقه انا اللي ساعدني اعوذ بالله من كلمه انا ارجع للوسط الفني هو ابني ادم اها اي انا كنت معتزل ما يدنو من 5 سنوات السبب يعني ظروف خاصه كانت اي معتكف في اربيل وما حد حتى ما حد يعرف رقمي فادم كبر فنطلع انا ويا المول وناس ما ناسي واحد اسمه حسين عجاج نطلع المول نطلع الشيء ياخذون صور ويانا يسلمون كذا كذا يعني هاي الثقافه حلوه اي صح فمرات كان يضوج يقول لي بابا خلينا نرجع مو شوفه هو يعني هو انا حصته من اكون يمه وبالتالي ما محصلني بعدين قال لي حسوني هو ما حسوني قال لي حسوني ليش ما ترجع للوسط الفني الناس تحبك تريدك فهو سبب رجوعي تحيه الله يحفظه ان شاء الله حبيبي الله يحفظ اولادك ان شاء الله حبيبي الاهتمام به عربيا اكثر من عراقيا اهتمام بالعمل العربي أكثر من العراقيين وأخذت أدوار مهمة بأعمال عربية شو تحب تعلق عن هذا التقصير في المؤسسات الثقافية العراقية هسه سؤالك الاهتمام من قبلي أني أم من الاهتمام بالأعمال التاريخية الأعمال العربية مثلا هسه احنا شنو ينقص العراق انه مثلا يقدمون عمل ملحمي مثل داحس والغبراء او الكواسر البواسل الجوارح الكواسر البواسل الزير سالم عن ترى هواي الأعمال انا راح افصل لك الجواب مالي بإجابتين اما عن الاولى انا اهتم باي عمل فني يجيني ان كان عربي او عراقي ما عندي ابدا اي مفاضله يعني اذا ما اكون جيد ببيئتي وبمحليتي لن اكون بالتالي لن اكون جيدا في طبعا امتهين منها في المحليه العربيه شنو ينقص المؤسسات العراقيه دعم اي لكن اكو اعمال جاي يصرفون عليها مليارات وهذا شنو ينقص مثلا ما نقدم عمل ملحمي تاريخي واحنا نعرف كل الجمهور يحب التاريخ صح يعني ودائما الاعمال التاريخيه اللي تترك انطباع صح هذا الدعم الأولى نسوق سؤالنا أو تساؤلنا القناة الحكومية العراقية يس يفترض هي اللي تكون معنية أنه تقدم أعمال بشكل عام وبالتالي التاريخي على ذكر آدم ورجعك الله يحفظه الله يحفظه لك دائما تمر بفترات حسين عجاج يعتزل الناس نعم شو تحب من هذا الانعزال ويمروني يقول وجدت راحة في عزلة اي العزلة انا يعني تكويني هذا يعني اغلب اصدقائي يدرون بي انا اكمل مثلا يجيني تكليف عمل ما انطلق اكمل عملي ارجع اختفي العزلة المحببة يعني مو لشيء بس ابتعد جهد امكاني تحب تسترخي هدوء ابتعد جهد امكاني عن القيل والقال يا صديقي يعني
بعض خلينا نقول ما يخافون الله، يشوفوك ما يشوفوكم ما يحكون، فخليني تبتعد حتى البعيد على العين بعيد على القلب، باقي باحترامي حتى لا اسمع كلمه ضوجني من صديق ما، ونسمع رغم هذا نسمع الله يسامح الجميع. الفنان يخلي نفسه فد كاريزما او هيك يعني حاجز. يخلي فد مو حاجز يفرمت العلاقات، يفرمتها، يبتعد، يشاور، اذا يومين حتى تصير هاصات ومشاكل وتصير قال وقلت. انا كل اصدقائي احبهم، شيء جميل. كل اصدقائي على الاطلاق احبهم، وما عندي وما استشكل ويا اللي مشتغل وياي يعرفني، بس قلت لك العزله المحببه الحمل العزله المحببه حتى هو يبقى بالصح وانا ابقى بدائره الصح. اكثر شخصيه تحبها انت اديتها؟ اكثر شخصيه والله هي شخصيات، بس ممكن اكثر من واحده، اي عادي، اي يعني هنا كل الشخصيات انا احبهن، لكن حسن ابو الرايات بمصير الحب يعني هاي الشخصية أرهقتني في وقتها وأحبها جدا، ولا زالوا الناس من 2009 يمكن هي 2009 ولا زالوا الشباب صايرين كبار يقولون احنا تربينا على المسلسل مالك، ومن ضمنهم فنانين أصدقائنا مطربين يعقبها هشام بن حج نعمة مسلسل السيدة، أهم عمل كان رصين في وقته، وفتاح بن كميل العميب أبو طبر. أي كل الشخصيات اللي أديتهن يعني أحبهن أعشقهن ويعيشن وياي فترة وبعدين أطلق صراحة. عمل تاريخي تحبه تمنيت أنت تكون ممثل بي دور شخصية معينة؟ والله هي كل السلسلة مال اللي ذكرناها الآن، الكواسر والجوارح، يعني على فكرة بطولة أيمن زيدان بها أيمن، وكان بوقتها تيم حسن أول دخوله يعني للفن، ودخل تيم حسن بمسلسل الزير سالم كان دور الجرو، اي بزير سالم. سالم يعني هم حتى بدايتهم تاريخيه صح. انا حتى قصي خولي دوره بشيبون بزير سالم صح. لا هم كلهم كلهم بداوا وانطلقوا ونجموا صح. عابد فهد، عابد هو الظاهر بيبرس، وهاي الاعمال هاي الحجاج وغيرها الاعمال التاريخيه موجوده. والله انا اتمنى يعني هسه احنا هو السؤال مضى عليه وقت قليل يعني تناقشنا، انا اتمنى تشتغل الاعمال التاريخيه. يا شخصيه حبيت ادي قبل ما التاريخيه عمل مثل جزير سالم من تمنى؟ لا مثلا حبيت جمال سليمان بصلاح الدين الايوبي. حلو حبيت هالشخصيه ادوها بطريقه، وحبيت شخصيه تيم حسن بمسلسل ربيع قرطبه. كان انا تابع تاريخه ما اقدر يعني ما أقدر، فأقول لك أتمنى يعني هي كان بربيع قرطبة شون صاحب مزاج وصاحب إيه 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 بس هو الرجل أداها بطريقة ما شخص عنده شخصيتين يعني كأنما هو تاريخي بس بوا عليه مودرن صح. وهل جاي لك مزاجي إيه فتكون تكون قريبة صح. إحنا نتمنى أنا بشكل شخصي أتمنى تشتغل الأعمال التاريخية هسه بعيدا عن انه كم بيت راح ينفتح من يشتغل عمل، لان اكو ضخامه بالموضوع طبعا. ممكن حتى يصير تلاقح مو بس الفن العراقي والفن، بس الفنان يعني حتى يحتاج الاعمال التاريخيه يحتاج يتدرب على يعني الطعن والسيف والرماح والخيل يعني مو فقط لغه وخيل تعلمت خيل؟ أنا أركب خيل بس مرات يجيبوا لك خيل وكح شو تسوي؟ عندي لا وذا عندي واحدة طعجت للضوعي هاي. أوه إيه والله هاي يدرون بها الجمهور لما يدرون بها؟ لا ما يدرون. شلون طعجت ضلعك؟ شمرتني وكحة، جايبينها وكحة والسايس مالها كتلها وصعد فوقها شمرتها هي في وقتها وكحة. أكو قضية مهمة بالعمل التاريخي رسلان هو أرشفة طبعا، أرشفة 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 حقيقية. بعدين أنت العمل أي عمل تاريخي أنا أتذكر لها يا لغة ثقافية عالية جدا، لغة ثقافية عالية. حاتم علي من كان يشتغل أعمال التاريخية رحمة الله على روحه كان يدمج، يجيب من الجزائر، يجيب من مصر، من لبنان صح، مزج ميكس يسوي، فهذا حتى ثقافيا صح شيء حلو راقي. مخرج مسلسل عمار ومخرج مسلسل أعمال كثيرة أعمال. أنا من سوء حظي ما يعني ما لحقت على شغله، يعني أخوه صديقي محمد مهندس صوت هو كان الله يرحمه في مصر فعلى أساس أتوجه لهناك يعني صاحب عمل الزير سالم اللي حقق
نجاحات كبيرة. كل أعماله مهمة. علي أحمد. كل أعماله يعني عمل هم أي عمل التيم حسن. هو تيم هو كان يشتغل وياه. صح. كن الانتظار هيك شيء. يعني ماكو واحد اشتغل وياه ما صار نجم حقيقة. ويا جمعتك أكثر كثير من أعمال بنجمات سوريات. شو تحب أقرب نجمة سورية أديت معاها؟ والله يعني هنا كلهن زميلاتي أتمنى يشاهدون إذا على اليوتيوب وإذا بالتلفزيون أوجه لهم تحية طبعاً. سيب فترة من الفترات هم بسبب التاريخي أو من حاسن التاريخي شابة ممثلة رائعة جداً اسمها مرام علي. يعني الآن هي واحدة من نجمات الفن بسوريا. سوريات. اي فربطتنا يعني علاقة أخوة وزمالة. مسلسل الصبايا ما أعرف يمكن. اي علاقة أخوة وزمالة حقيقية. بس أنا أعوذ بالله من الكلمة أنا مقل بالتواصل يعني. ما فكرت في يوم تتزوج من الوسط الفني سورية أو عراقية؟ يعني سوريات إنهم حلوات. الله الله يحفظها. حلوات يمكن أعقد عليهم كلهم. حلوات. يا معود. الله يستر عليهم. الله يستر عليهم جميعا. لا ما فكرت أبدا. وما له علاقة يعني هو النصيب من يحين ومن يصير يعني. طبعا. أنا مثلا تذكرني والدتي الله يحفظ والدتك وأمهاتنا جميعا. الله يحفظ إن شاء الله. كنت رافض لفكرة. هو أنا حضر لك سؤال أخير. هو كنت رافض. رافض فكرة. لكن حاليا. الزيجة بشكل كامل رافضها يعني وكنت تقنعها. يلا أنا إذا تريدين أوكي أنا أتزوج لبنانية في وقتها. وشاء القدر إنه سافرنا وتزوجنا برا. ماكو عراقية لبنانية. لا سورية. زوج السورية. هاك شوف إذا نعمل. لا مفر هو موضوع الزواج لا مفر منها أبدا. صح. إن شاء الله زواج الدهر يا رب. الله يحفظك الله يحفظك. على طار اللي مرات واحد ليش يستحي من أو يخجل من قضية مثلا أرد أتزوج وحدة حلوة أو لا. إن الله جميل يحب الجمال. حتى أخوك تتمنى يكون جميل مو قبيح. صح. أختك. تتمنى تكون جميلة. صح. حتى تتزوج حتى يحطونها غايب 20 ب20 ذهب يزيدونها إذا طاق بها سي متى تطوها ذهب حتى تتزوج. صح. أقول لك هي معالم الجمال. أنا وجهة نظري وأكيد تشاطر الروح أكيد الروح مهمة الصدق الداخل يعني بس هي شعارات وداحتك. لا أول شيء الانطباع يعني تقعد الصبح تشوف روحها المتحدث. أنا دا أحكي لك عن نفسي. عن نفسك أوكي. أوكي فأخاف ما يشاطرني الآخر بالرأي. أي أنا ما أشاطرك عند الكبرة همشي. هاي هاي أنت بعد. لا اللي يهمني حقيقة خاصة بالمرأة بشكل عام. شنو فائدة حلوة وعقل ماكو. صح. يهمني العقل عقل المرأة الداخل مالها يعني مرات تأخذها حلوة. أمور مثقفة. تأخذها حلوة طين عيشتك. صح. تاخذ شكل عادي الله يستر على ولاية المسلمين جميعا. ايه. شكل عادي بس شايل عقل وعي نضوج هنا انا ترتاح. صح. بس احكي لي الحلوه مثلا اذا كان عندها طبع او هاي تغيرها تضبط عليها مثلا تحكي وياها تخلي لها قانون تمشي عليه المو حلوه ولا تجيب لها ويزر سيفي الله يرجعها حلوه. لا التفاهم. لا احنا طبعا هاي المزحه الملاطفة حتى يصير ملاطفه. اكيد كل خواتنا جميلات او مو جميلات هو يبقى الجوهر اهم شيء. تحيه كبيره الى كل خواتنا والله يحفظ الجميع. الله يحفظك يا حبيبي ويحفظك سالك يا حبيبي سالك سنان الراقي الله يديمك يا حبيبي. فقره شو تحب خلصت هسه شو تحب؟ احبكم يعني احب تواجدي وياكم هنا يا عمر. نورنا نوركم هذا نوركم اكيد. عندنا فقره شنو رايك؟ اوكي وهسه شنو رايك نروح فاصل؟ نروح فاصل نروح. اكيد بعد الفاصل ايضا راح ابي فنان حسين عجاج. هسه فقره شنو رايك راح استعرض لك صور وتتجاوب عليه وما تعجبك انت مخير. اوكي تمام. عدل عدل يا معدل. الله يعزك العلم العراقي تحيه كبار واجلال. هذا المسرح تحيه كبار واجلال طول عمرك. العلم بلدنا الغالي. الله. اي والله الله منى واصف. نحن بناء طاقه. هاي هاي فنانة وامرأة عظيمة. صوت الجذور العراقية. سمعت سمعت سمعت. أنا من حسن حظي جمعني بها عملين. صح. تطلع والدتي ويا زميلاتنا المشتركات. السيدة طلعت. السيدة تطلع والدتي.
والإمام الجواد أيضا تطلع والدتي، يعني مكسب إلي مكسب حقيقي يعني حقيقة. ألف تحية إلى كل فناناتنا العربية، كل الفنانين وإلى مناواصف السوريين واللبنانيين والمصريين كلهم تحية من العراق من هذا العالم إلهم. حبيبي سيد السستاني مرجع جليل تمام، نظام سابق ما له علاقة به تمام، الراحل المهدي الحسيني ألف رحمة على روحه مكرر، أبو كرار أبو حمودي رحمة الله على روحه، فنان قدير وخسارة يعني أنا بأيام الأخيرة كنت وياه يعني الحمد لله على كل حال الحمد لله. الله يرحمه مثواه الجنة يا رب. الله يرحمه أبو كرار. القبر تخاف من الموت؟ أنا لا ما أخاف من الموت بصراحة يعني يعني هذا هو هذني مساكن الأحبة الإعزاز يعني اللي نفقده يذهب ويغادرنا إلى هذا المكان ونتمنى وراها إلى عليين. فديوم بمقبرة النجفاني فمثل التهت بالليل هاي حقيقة، فوصلت للفندق القاعدين بيه قالوا ما شنو هيك، قلت لهم والله التهت بمقبرة النجف مقبرة السلام، قالوا ما خفت، قلت لهم ما أريد أقسم بس حسيت بطمأنينة غريبة، حسيت بسلام مو طبيعي يعني. هو هسه نقول هنيان اللي يروح هناك وتارك اثر طيب ومرتاح صح هنيان. لا هو الحي اللي يؤذي الميت ما يؤذي، هو هذا هو هذا مو هو هذا اللي تقصده. شكرا لك ابو علي. شكرا لك يا حبيبي. عندنا فقره تنجح وربح بعد الفاصل، يلا فاصل مكملين. أكيد هسه وصلنا إلى فقرة انجح وربح، إن شاء الله تناجح بفنك وعمالك، لكنها فقرة ثقافية للجمهور. هذا هسه تواجدي وياك وبحضرتكم أصدقائي وأحبتي هذا جزء من نجاحي. يا عمري يا عمري يحسب لي يا حبيبي. يا حبيبي السؤال الأول. نعم. ضرغام هو اسم من أسماء الأسد صح؟ هذا حرف الصاد. بالأخير نعطيك أحرف ما يطلع رمز عراقي إذا تجاوب كله صح. حلو. أين تقع مدينة منبج؟ منبج سوريا. إيه صح تبعت سوريا. لا شبر شبر فارغ. شبر شبر عشت. السؤال الثالث، من هو بطل ومخرج فيلم القلب الشجاع أو بريف هارت؟ غير صديقي ممثل لا لا الخطوة تبدأ. الخطوة إيش تبدأ بشنو؟ هو الألف ميل يبدأ بخطوة. ألف ميل بيش يبدأ؟ لا مستحيل. لا لا بريفارد غير عنها حافظة الفيلم حافظة عنها. إيه الحرية. إيه. إيه. دوقف. لا تغش شو اللي غش. لا 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 بس هو عهز ده يروح ويجي. هو من بعد لك أربع ثواني. جاكسون من مثل. لا مع الأسف. ميل جيبسون. ميل. مو قلت لك الخطوة تبدأ بألف ميل. ميل جيبسون هذا الرائع. صح. من القائل؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. يمكن أفلاطون. لا لا. أرسطو. لا. عربي؟ لا غربي. ديكارت. ديكارت إيه. أنا أفكر إذن أنا موجود. صح. أه. إمام حصل على لقب المجتبى. ما أجاوب جواب ديني ما واثق منه ما أقدر. الإمام الحسن عليه السلام. سلام الله عليه. سلام الله عليه. طرابلس اسم مدينة تقع في دولتين هما ليبيا. إيه صح. ولبنان. صح. سطيك حرف عندك حرفين ناقصة وثلاث حروف. يلا نعوض. نعوض ينعوض. بس. من الذي ثأر على الطغاة وأخذ بثأر الحسين بعد الطف؟ زين العابدين عليه السلام. السلام عليكم. قال رحم الله عمنا فلان الذي أخذ بثأرنا وأدخل السرور إلى قلوب العلويات. شخصية معروفة. إذا غلط ما طلع الجواب؟ لا نطلع عادي. أي جواب ديني ما أقدر.
اي جواب دي؟ اكو مسلسل الى خاصه صارت بايرانيه، عمل ايراني، عمل ايراني اي صار لهاي الشخصيه اللي اخذ بالثار اللي ما الثقف الحجاج، اي المختار الثقفي، المختار الثقفي جاب النص صحيحه بس راح اعطيك حرف. ممنون والله اشكرك. معلوماتك الدينيه زينه بالانجليزي. اخاف اخاف اي تخاف حقيقه يعني. من الشخص الذي ولاه الإمام علي على مصر وقال له وصيته المشهورة الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق؟ الخلق. شخص معروف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال قول بحقه كان لي فلان كما كنت لرسول الله. السلام عليهم أجمعين. بس أعيد صياغة السؤال. من الذي ولاه ولاه الإمام علي عليه السلام على مصر؟ معروف الطاوسية معروفة الناس صنفان إما أخو لك في الدين ونظر لك في الخلق، وقال علي بن أبي طالب في حقه كان لي كما كنت لرسول الله. هسه أكبر دليل المعلومات الدينية ما مالك الأشتر. مالك الأشتر إيه يا أخي والله كلها بالبال. بس تريد أسئلك أسئلة هسه تحت ذن أسئلتك هسه أنت ماخذ 30 لحد الآن من 100 30 من 100 30 وهي عود 10 ساعتك بيها يعني 20 هسه شو تريد أعطيك؟ بكيفك أسئلة شو تريد أسئلك؟ اسأل اسأل ما شئت. رياضة زين؟ لا فن حاول فن فن. أفلاطون تلميذ من؟ ارجع عدني نحزن. أسئلة أسئلة أدبية. أرسطو يمكن. ها؟ أفلاطون يمكن أرسطو. مو؟ أرسطو تلميذ أفلاطون ولا أفلاطون تلميذ؟ هو واحد أرسطو. تلميذ الثاني. أرسطو تلميذ أفلاطون. يمكن إيه. هو هم أسعد في ذا في ذا غرس ما أدري قبلهم من لا لا هو أيضا نفس الشيء تلاميذ في ذا غرس. قاعدة أرخميدس ها هاي مال فيزياء مو رياضيات رياضية لا قاعدة أرخميدس فيزياء رياضيات رياضيات قانون هي قانون إيه؟ قاعدة أرخميدس هي رياضيات يبين بها رياضيات إيه إيه إيه, إيه. إيه؟ ايش بيها؟ ارجع الدين احسن والله. ارجع الدين؟ يلا ارجع الدين. هسه انت تريد اعرف اسم هنا؟ لا لا هسه راح اعطيك الاسم خل اسالك اسئله فنيه تريد لو ثقافيه عامه. باغتني. راح باغتك. اسال انا اعرف اقول لك اعرف. مسلسل الزير سالم كان السيناريو حوار من؟ ما اعرف. ممدوح عدوان راح بطلع له. سيناريو مهم سيناريو مهم. طبعا. لذلك هاي الاعمال. الفنان رفيق علي احمد شنو جنسيته؟ اتصور جزائري لبناني رفيق من جبل لبنان رفيق علي احمد رفيق علي احمد يمكن اشتغل ويانا هم بعمل تاريخي ايه؟ بسوريا اتذكر صوت الاجش مو اي سعيد بن جبير منو اللي عدمه هو اهم شيء مو اني الحجاج الحجاج بن يوسف مو ايه بالمسلسل موجوده ايه اللي كانت احد الابطال بها فنانا القديم وجهه تحيه جواد الشكرتي جواد الشكرتي صح كان قائد جندي الحجاج هاي مسلسل عمر مسلسل الحجاج بن يوسف الثقفي كان سيفه باشط جواد الشكرتي بالمسلسل هو حتى بمسلسل عمر هم نزل اي صح لكن بعد واحد من اهم مقاماتنا بالعراق متشرف به والله ان الشرف والله يا حبيبي والله كل فن انت ايضا فنان رائع الله يحفظك يعني انا اعتبر نفسي رسام محاول لازلت لا لا بك مبارك هذا تواضع في دائرة المحاولات يعني على أن نطلع شيء يليق بالمجتمع العراقي اللي تعب من الشاعر الذي قال قفا نبكي على حبيبي من منزلي بسقط اللواء بسقط اللواء بين الدخول فحوملي إيه؟ بدر أمرؤ القيس أمرؤ وأنا حتى حافظ الشعر حافظ الشعر إيه؟ صح وقاري قاري للحطي من زمن الجاهلية قاري للحطيئة الحطيئة والحطيئة كما يسمى أمرؤ القيس بس قلت لك يعني مشاكل الحياة ما تخلي حتى الذاكرة ما تكتب صح, صح من هو حامل لواء الشعراء إلى النار؟ حامل لواء الشعراء؟ إيه أشعرهم وحامل لواءهم إلى النار رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذكرناه قبل شوي أمرؤ القيس أمرؤ القيس؟ إيه؟ أبو الرومانسية أمرؤ القيس؟ إيه صح صدقا؟ صح دائما أذكر البرنامج أنا كل شيء أحبه لأن يكتب بطريقة الرومانسية المتنبي تحس متأثر به والله انا اعتبر المتنبي حاله ايه حاله صح حقيقه صح صح حاله جواهر متاثر بالمتنبي
شاعر العرب الأكبر. لا حال الجواهري لا متأثر. هو أيضا قصائد حتى الشاطئ ذا هو أكو قالوا حتى ايه؟ قالوا أكو تناص أكو كذا تناص هاي فعلا. بس أنا من قد ما أحبه يعني أكو شعراء هسه تذكرتهم أكو منهم لا زال الله مثلا الله يرحمه عريان السيد خلف الله أبو خلدون رحمة الله على رحمه. هذا حالة استثنائية مثلا عندك مظفر النواب أبو الشعر الشعبي أو أبو الشعر السياسي صح ناقد لاذع من خلال الشعر صح صاحب قضية صاحب مشروع وقضية أنا ترى أحب الشعر أنا متذوق حقيقي يعني جميل أي يعني حتى أصدقائنا الله يرحمه أبو علي سمير صبيح وحتى من الشباب من محافظات ومن أروح العمارة الناصرية نتجمع إحنا مجموعة أصدقاء شعراء من ضمنهم شاعر هو أنا أقول له يا بروج لنفسك اسمه أبا ذر مراسل هو بوجه له تحية بقناة العراقية مقدم أبا ذر مقدم أبا ذر صديق أبا ذر عرفه هم أحب أسمع بشكله حلو ونخضر أنتوا جيل الله يحفظكم إن شاء الله طول عمرك الله يعزك فأفرح قبل يومين دن على اليوتيوب دن بوع شعر فالمتذوقين مجموعة شباب مبينين ألفينات صدقا نزلت دمعتي قلت بعد أكو خير الشباب دا يتذوقون الشعر جلسات هاي يسووها ماكو يعني احنا بخير بعدنا صح لأن من ذولا يروحون بعد الشاعر المن يكتب المن يشعر صح مو من ذولا ما يتابعون وما يتابعوك بعد هنا المن نقدم المن فعلا فيعني الحمد لله احنا وصلنا لختام الحلقة والرمز ما يعني ما أتوقع تعرفه لأنه هو اسم شخصية لو اسم شخصية اسم شخصية زين أنا أسألك سؤال بدوري هسه ذا ممكن أي حاضر هذا هسه ذن الحروف اسم ثنائي لو اسم واحد اسم واحد اثنين ثلاثة اسم اسمين ولقب اسمين ولقب زين لقب مدينة صفي لا اسمه صفي مو عندك نقص حروف صفي الدين الحلي ما عندك منقص حروف كثيرة توقعت يعني راح تبقى أنا وين رحت؟ بلعتك الحية حية ودرج ما تعرف تعرف باوع قبل ما يجي قبل ما يجيني الدال وين كنت رايح؟ إنه دا استكشف الحروف راحت من عبالي فيصل لا لا أستاذ فيصل ياسر إيه إجا الدال دعم قلت هاد الدكتور ليش سألتك؟ إيه لا صفي الدين الحلي أنا سعيد جدا أنا سعيد بوجودك قعدتي بحضرتكم إحنا الحوارات اللي ناخذها عن الشعراء عن الأدب على هاي في سبيل تطبع ببالنا احنا وبالك وبال المشاهدين من يشاهد نستفاد من يشاهد مو للضروره انه احنا جايين نتصارع بالاسئله لا لا ابدا انا بدايه ذي بدا اشكر اخويا وصديقي فاضل عباس وجه لي الدعوه وحتى احضر هذا المكان واشوفك وعد وياك يا حبيبي شرف هاي التلقائيه الحاضره عندك والمعلومات الغني جدا بها انت يا حبيبي سعيد بما جاي تقدمه حقيقه الله يعزك هذا الجو اللي هو احتفاء بفنان حقيقه انت طاقه ايجابيه وتشرفنا من خلالك اشكر متابعيكم وقناتكم الموقره واوجه تحيه بحماس شديد جدا لمن خلف الكواليس أصدقائي تعبناكم إن شاء الله نكون خفيفين ظل عليك كنت رائع جدا وعلى المتلقين رائع جدا أبو علي الله يحفظك الله يحفظك آدم الله يحفظك يا حبيبي شرفتنا كلكم ذوق شكرا كلكم لك وشكرا لسعد رحيم مخرج شكرا إلى فاضل عباس النقي شكرا إلى عبوسي قيصر بعد ردوا لي علاوي أحمد وغنان شيني قلتي أبطال أبطال وعلاوي الحب لازم أذكرهم كلهم مشاهدين أحمد رحيم أحمد رحيم إيه اسمه مال شبهيمنا ألف تحية إليه وإلى كل الأخوة العاملين والله يحفظكم إن شاء الله يا رب ونشوفكم حلقة جديدة باي باي